السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بداية اهلا والصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معاكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري، بالاضافة اعزائي الكرام الى انه راح نشارك معاك اخبار في غاية الاهمية سنتعرف عليها ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو. ايضا اليوم خوتي وصلنا واحد الطرد من فريق نادي مانشستر سيتي، حبيت ندير له انبوكسينغ معاكم ونشوف واش بعثوا لنا في هذا الطرد اللي بعثته لنا اداره نادي مانشستر سيتي. كل التفاصيل راح تعرفوا عليها، فابقوا معنا. واذا كنتم تشاهدون على المره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا اعزائي الكرام بدون اطاله ندخل مباشره الى صلب الموضوع ونبداو بالانبوكسينغ الخاص بهذا الطرد. فريق نادي مانشستر سيتي واش بعث لنا اكزاكت اعزائي الكرام في هذا الطرد؟ بعث لنا زوج الاشياء. الشيء الاول اعزائي الكرام هو بوستر يعني يتعلق بنهائي بطوله الاف اي كاب، يعني هذا البوستر ان شاء الله راح نديروا له كادر، وراني نوجد لكم واحد استوديو ان شاء الله راح يعني يكون تحفه، وفقط المشجعين تاع مانشستر سيتي اللي راح يجيبهم هذا الاستوديو اعزائي الكرام، لانه راح يكون عندنا فيه بزاف حوايج تاع يعني مانشستر سيتي. بالاضافه الى النقطه الثانيه اعزائي الكرام هو انه بعثوا لنا خطاب، والخطاب هذا رسمي من فريق نادي مانشستر سيتي، واكدوا لنا قائدي: أعزائي سلمسان سيتيزنز، مع وصولنا إلى نهاية الموسم أردنا أن نتوقف لحظة لنشكركم جميعا على دعمكم المتفاني هذا الموسم لإحياء ذكرى وصول النادي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للعام الثاني على التوالي. يرجى الاطلاع على ملصق تذكاري مرفق لنادي المشجعين الخاص بك، وسواء كان أعضاؤك متواجدين في ويمبلي أو يشاهدون من جميع أنحاء العالم، يرجى العلم أننا نقدر دعمكم. شكرا لكم مرة أخرى على دعمكم هذا الموسم، ونتطلع إلى رؤيتكم في موسم سنة 2024-2025. فهذا الخطاب أعزائي الكرام الخاص بنادي مانشستر سيتي جاء كشكر لجمهور نادي مانشستر سيتي، ويعني لأعضاء رابطة لمسان سيتيزنز اللي أنا هو المؤسس نتاعها أعزائي الكرام. فبالتالي نشكر إدارة نادي مانشستر سيتي. وطبعا أعزائي الكرام أنا يعني سابقا بعثوا لي واحد الدعوة باه نكون حاضر في إحدى مباريات نادي مانشستر سيتي، وشاركت معكم معلومات سابقا أعزائي الكرام، ولكن بسبب ضيق الوقت أعزائي الكرام كانت الأمور خارج عن السيطرة تاعي، بما يعني تدير ملف يعني الفيزا وإلى آخره، يكون طفرت أعزائي الكرام حال باه نكون حاضر في تلك المباراة اللي وصلتني عليها دعوة، وخاصة أنه الأمور الإدارية هذه تاخذ وقت طويل جدا، بالإضافة إلى أنه أعطوني واحد لقطات فيكسي، فكان من المستحيل اعزائي الكرام دور في الملعب، ولكن هم معوضون بهذا الخطاب اللي يشكرون فيه لدعمنا لنادي مانشستر سيتي. ما نطولش عليكم خوتي، نمر حاليا الى الخبر الموالي واللي يتعلق بلاعبي محترفين ولاعب المنتخب الوطني الجزائري. طبعا اليوم يعني لاعب المنتخب الوطني الجزائري والهداف التاريخي اسلام سليماني رد على الشائعات التي انتشرت عليه في الفتره الاخيره انه سيعود الى البطوله المحليه الجزائريه وسيتعاقد مع ناديه السابق نادي شباب الوزداد. اللاعب صرح قائلا لصحفي ليكيب الفرنسيه: سمعت بعض الشائعات انني اتفاوض مع انديه جزائريه، لا هذا الشيء لم يحدث على الاطلاق. فاللاعب اعزائي الكرام لم يتفاوض مع انديه جزائريه ولن يعود الى البطوله الجزائريه، والرسمي بخصوص مستقبل هذا اللاعب حسب الاعلام الفرنسي هو ان هذا اللاعب قريب جدا من الانتقال الى نادي اوكسر الصاعد الى الدرجه الاولى من الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدما ان كان يلعب الموسم الماضي في الدرجه الثانيه من الدوري الفرنسي. فهذا اللاعب يعني الخبر الرسمي بخصوص مستقبله هو انه قريب جدا الى هذا الفريق. ما نطولش عليكم، ننتقل حاليا الى الخبر المولي واللي يتعلق بسوق انتقالات لاعبين محترفين دائما وابدا. كشفت لنا صحيفه كورير دولو سبورت باللي انه توصل نادي روما الايطالي بعرضين رسميين لحسام عوار يفوق العرض الواحد اكثر من 10 ملايين يورو، وهنالك عرض من نادي السد القطري. فبعدما أن رحل بغداد بونجاح من نادي السد القطري إلى نادي الشمال القطري، ها هو هذا الفريق يريد تعويض غياب هذا الجزائري بجزائري آخر ألا وهو حسام عوار. وكذلك أكد لنا نفس المصدر بأن هنالك عرض ثاني من نادي سعودي. حسام عوار خرج رسميا من مخططات مدرب الفريق الإيطالي، وبالتالي الإدارة تتباحث لبيع اللاعب هذا الميركاتو. اللاعب اعزائي الكرام ايضا عنده عروض يعني من الدوري الفرنسي واهتمام كبير جدا من الدوري الفرنسي وبعض الانديه في الدوري الفرنسي، من ابرزهم نادي نيس الفرنسي. وانا صراحه ماذا بي هذا اللاعب ينتقل الى الدوري الفرنسي افضل من الدوري القطري او السعودي في الوقت الحالي، اذا يعني راح ينتقل الى نادي كبير في الدوري السعودي مثل الهلال او النصر
ممكن على زي كرام تكون يعني صفقة جيدة، ولكن إذا راح يروح إلى أندية ضعيفة في الدوري السعودي فأنا بالنسبة لي أفضل أن ينتقل هذا اللاعب إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة نادي نيس الفرنسي. وطبعا اللاعب يبقى حر في اختياراته، ونتمنوا له كل التوفيق في مشواره الفني. ما نطولش عليكم، ننتقل حاليا إلى الخبر الأول واللي يتعلق بيوسف عطال. اليوم كشفت لنا مصادر مقربة من نادي بشكتاش أنه يحضر نادي بشكتاش لتقديم عرض رسمي للدول الجزائري يوسف عطال لاعب نادي ديميرسبور التركي. نادي بشكتاش أبدأ اهتمامه قبل فتح الميركاتو الصيفي بيوسف عطال، وهو اللاعب زي كلام قريب جدا أن ينتقل إلى فريق جديد لخوض مغامرة جديدة، ولكن في نفس البطولة التي يلعب فيها حاليا ألا وهو الدوري التركي. أما بالنسبة لي يعني لاعب نادي فرنسي ألا وهو ابن الأسطورة الأخضر بلومي بشير بلومي، طبعا أكدت لنا جريدة ريكورد البرتغالية باللي أنه بعدما أن قدم نادي مارسيليا لفريق نادي فارنسي في الأيام القليلة الماضية عرضا لانتداب بلومي بقيمة تبلغ 3 ملايين يورو، وبعدما أن رفض مسؤولي النادي البرتغالي هذا المقترح من نادي أولمبيك مارسيليا، أكد لنا نفس المصدر باللي أنه الفريق الفرنسي أولمبيك مارسيليا تستعد لتقديم عرض آخر بمبلغ مالي أكبر، وأن مسؤولي النادي الفرنسي متحمسون للاستفادة من خدمات نجل أسطورة الكرة القدم الجزائرية الأخضر بلومي. صراحة في أخبار الميركاتو أنا فقط هذه الصفقة اللي راه عجبتني بشكل كبير جدا، لأنه راني نشوف حماس كبير جدا من أولمبيك مارسيليا، وخاصة باللي أنه نادي أولمبيك مارسيليا عنده يعني جمهور خاص، عنده جمهور أكثر من بعض الأندية الأخرى في الدوري الفرنسي، ومعظمهم من الجالية الجزائرية، وهذا مما سيسهل يعني اندماج هذا اللاعب مع الفريق، وخاصة أن مع الزيكرام الجمهور يعني والجالية الجزائرية التي تشجع فريق نادي أولمبيك مارسيليا تدعم هذا اللاعب يعني بقوة من أجل التألق مع فريق نادي أولمبيك مارسيليا. فنتمنى له كل التوفيق، وصراحة راه عجبتني هذه الصفقة أكثر من كل الصفقات الأخرى للاعبي محترفين. بالنسبة للخبر المولد زي كرام نتكلم عن لاعبين مزدوجي الجنسية وبالضبط عن ريان شرقي. طبعا أكد لنا سانتي أونا أنه لا يزال لويس إنريكي وكذلك لويس كامبوس يضغطان من أجل ريان شرقي، وباريس سان جيرمان ليس وحده في هذا الملف، فدورتموند وويستهام يقدران ملفه الشخصي بشدة، وكان الألمان على وشك تجنيد هذا اللاعب قبل عامين سابقين. في الوقت الحالي اللاعب يفضل الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى أن ناصر الخليفي متردد في وصوله إلى باريس سان جيرمان هذا الموسم. فما دام أنه المدرب يطالب حول خدمات هذا اللاعب، نظن باللي أنه ناصر الخليفي سيلبي طلبات لويس إنريكي من أجل المضي قدما بعد رحيل كيليان مبابي بطبيعة الحال من فريق نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم. وطبعا هذا اللاعب يعني وتمثيل المنتخب الوطني الجزائري هي قضية وقت حسب العديد من المصادر، وأن هذا اللاعب أعطى موافقته المبدئية لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، وخروجه من فريق نادي أولمبيك ليون يعني راح يفتح له الأبواب من أجل تمثيل المنتخب الوطني الجزائري بحرية أكبر. ما نطولش عليكم، ننتقل حاليا للخبر المولي واللي يتعلق بنادي الوداد. لاعبي المنتخب الوطني الجزائري ألا وهو يعني زكريا دراوي وإلياس شتي فسخوا عقدهم وذلك بشكل رسمي مع فريق الوداد المغربي. طبعا هناك بعض اللاعبين يتفاوضون مع فريق شبيبة القبائل الجياسكا في البطولة الوطنية، فنتمنوا لهم كل التوفيق. فهؤلاء اللاعبين رسميا يعني فسخوا عقودهم مع النادي المغربي. بالنسبة للخبر المولي عزيزي الكرام، رسميا منتخب إسبانيا تستدعي 3 لاعبين ذو أصول جزائرية لتمثيل منتخب أسبانيا لأقل من 19 سنة استعدادا لليورو، ويتعلق الأمر بكل من الثلاثي وسيم قادري وريان بلعيد ويانيس صنهاجي. أنا ماذا بي هذا الثلاثي عزيزي الكرام نشوفه مع المنتخب الوطني الجزائري تحت 19 سنة مستقبلا، لأنه هذا يعتبر مخزان مثالي للمنتخب الوطني الجزائري مستقبلا، وابتعادهم حاليا عن المنتخب الوطني الجزائري واهتمام منتخب لاروخا بهؤلاء اللاعبين ممكن عزيزي الكرام انه مستقبلا المنتخب الاول راح يستدعي هؤلاء اللاعبين اذا راح يتالقوا في بطوله اليورو، ونحن لا نريد خساره هؤلاء اللاعبين بل نريدهم ان يكونوا خزان المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا. فهذه محاوله من المنتخب الاسباني لخطف هؤلاء اللاعبين من المنتخب الوطني الجزائري، وطبعا هؤلاء اللاعبين عندهم حريه تمثيل اي منتخب يريدون، يا اما المنتخب يعني الاسباني او الجزائري، ولكن نتمناهم ان يكونوا في نهايه المطاف مع المنتخب الوطني الجزائري لدعم هذا البلد وهذا المنتخب للمضي قدما في عالم كره القدم.
ما نطولش عليكم، ننتقل حاليا الى الخبر المريع الذاكره. باتريس موتسيبي اليوم صرح قائلا عن بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب، قائلا تحديد موعد كأس أمم أفريقيا 2025 استغرق وقتا طويلا وأنا ممتن للمغرب. هدفنا كان تنظيم كأس أمم أفريقيا بين جوان وجويلية 2025، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إطلاقا. وطبعا يعني هذه البطولة قبل ما تبدأ بوادر الفشل بدأت، لأنه مامبا ما درتوش يعني دات يعني اتفقتوا عليها به يعني تبرمجوا فيها هذه البطولة، وكل مرة تؤجل وكل مرة يتم نقلها من السنة الرسمية إلى السنة الموالية، فهذا يعتبر فشل ذريع لهذه البطولة التي أصبحت يعني قيمتها صراحة صغيرة جدا في القارة السمراء. بطولة كأس أمم أفريقيا كنا ننتظرها بفارغ الصبر، ولكن بعد هذا المهزل اللي راه نشوفوه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كيعني تقديم يعني شرف تنظيم البطولة لبلدان غير مستعدة، وبلدان يعني ما عندهاش ملاعب، أو بلدان يعني تكون متأخرة في تجهيز الملاعب، فهذا عزيزي الكرام يعني قرارات تعسفية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبالتالي تنقص من قيمة هذه المسابقة العريقة في القارة السمراء. فنتمنى مستقبلا عزيزي الكرام ما نزيدوش نشوفوا مثل هذه القرارات، إن شاء الله نشوفوا قرارات مدروسة. لو كان جات الكاف تدرس القرارات نتاعها بدون انحياز وبدون يعني تطبيل لبعض الجهات، لو كان عطاوها للجزائر والجزائر تحتضن البطولة في موعدها المحدد، لأنه قادرة الجزائر تحتضن البطولة في الموعد المحدد جاهزة بكل ملاعبها، ولكن الكاف كان عنده رأي آخر، وها هم حاليا يعني يؤجلون البطولة، وهي مقررة أن يتم تأجيلها للمرة الثانية على التوالي بسبب تزامنها مع بطولة كأس العرب مثل ما أكدت لكم سابقا. على كل حال الكاف اليوم أشادت بالسفاح بغداد بنجاح لاعب المنتخب الوطني الجزائري، صرحت قائلة أن هذا اللاعب دائما في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب، بغداد هذا هو بغداد بنجاح سيداتي وسادتي. ما نطولش عليكم، نمر حاليا الى الخبر المولي واللي يتعلق ببطولة اليورو ونتائج اليوم. نتائج اليوم اعزائي الكرام شفنا ندية لمنتخب فرنسا وايضا وصافة لمنتخب فرنسا في المجموعة الخاصة به، بالاضافة اعزائي الكرام الى انه شفنا في المباراتين الاخيرتين لهذا اليوم تعادل سلبي لكلا الطرفين، وهذه المنتخبات الرسمية التي تأهلت الى دور 16. عندنا منتخب اسبانيا ينتظر مع من سيتقابل، اما بالنسبة لمنتخب المانيا سيلعب امام منتخب الدنمارك، البرتغال ينتظر خصم بطبيعة الحال، وكذلك منتخب فرنسا ينتظر خصمه. في الجهة المقابلة عندنا منتخب النمسا تأهل، وكذلك انجلترا، وأيضا عندنا مباراة قوية ستكون بين سويسرا وإيطاليا. الحاجة عزيزي الكرام اللي ما كنتش متوقع عزيزي الكرام هو أنه النهائي رح يضم واحد من هذه الأربع المنتخبات، يا إما الإسباني أو الألماني أو منتخب البرتغال أو منتخب فرنسا، يعني هذه الأربع منتخبات والمنتخبات اللي راح تجي بعدها راح يكونوا هم طرف من نهائي بطولة اليورو. فأنا توقعت باللي أنه راح يكون النهائي صراحة فرنسي برتغالي، ولكن هذا الشيء لن يحدث، ولكن ما زلت يعني على كلمتي ونتوقع باللي أنه منتخب البرتغال يعني راح يلعب النهائي ان شاء الله. على كل حال كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رايكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.